الأحد المقبل موعد مع نهائيات برنامج دانسينج وذ ستارز، فما الذي حققه هذا البرنامج وماذا يقول فيه النقاد؟ تقرير جويس عائيه. من قال إن الرقص مع النجوم مستحيل؟ الرقص مع النجوم بات حقيقة على شاشة الـMTV، حقيقة ساحرة احتلت قلوب المشاهدين وخطفت أنفاسهم، فحقق برنامج Dancing with the Stars ولا يزال نجاحات واسعة بلوحات فنية راقصة وراقية ألهبت القلوب ودهشت لها العيون، حتى أن البرنامج استقطب كبار النجوم الذين رقصوا وغنوا للنجوم. مفهوم آخر، لا بل نظرة أخرى للرقص جسدها البرنامج في العالم العربي. نحن بالعالم العربي مش معودين أول مرة مناخد برنامج رقص، بلكي أول مرة كمان خلينا نقولها أنه نحن منطلع على الرقص بطريقة فنية. نحن معودين أنه إذا شفنا شاب عم بيرقص أنه نحن تفكيرنا بالعالم العربي أنه غلط، في شيء غلط. بالعكس Dancing with the Stars بيّلنا أنه كمان الرقص فن، وفرجينا نجوم عم بيرقصوا بطريقة، تعرفنا على أنواع رقص. المشاهد العربي أثبت أنه مثقف، ما بقى بدها اثنين يحكوا فيها. واليوم ما بقى فيك تضحكي عن الناس، لأنه مع الوقت صاروا قادرين يميزوا. يعني اليوم نسبة المشاهدة عم بتزيد، وهلأ هالأحد آخر حلقة العالم كلها ناطرة. واللي حبيته كتير أنه شفنا، يعني أنا هيدا الشيء كتبته بالأول، ما شفنا ستارز كبار كمشتركين، بس برنامج Dancing with the Stars على الـMTV عملون ستارز. يعني في ناس ما كانت ترقص، فجأتنا شو هالجدية بالشغل. بكتب اسمك يا حبيبي على حور العتيق. أثر Dancing with the Stars القلوب والعقول واحتل المراتب الأولى من حيث نسبة المشاهدة، فنجح. لماذا؟ ليه نجح بتصور فيه الـMTV؟ يعني الـMTV اليوم كان عندها تحدي كبير أنه تنجح هذا البرنامج. شفت شخصيا أنا كريستيان جميل قديش اشتغل عليه، كيف نعمل كاونت داون، كيف الاهتمام فيه، حتى شاركنا ببرايم، يعني رحت شفت شوي على الأرض. عندك المخرج باسم كريستو، يعني أنتوا جبتوا أهم كوادر تشتغلوا. عندك جنان ملاط كبروديوسر، كمان جنان معروفة أنه باستلامها أهم البرامج ومصير النجاح معه ما في مجال. ففي كرو طويل عريض كان عم يشتغل على البرنامج، وكان عندكم لجنة تحكيم حلوة. بيكفي دارن كمان خبرته برا قدر يستعملها هون كمان بالبرنامج بلبنان. كل العناصر كانت متوفرة، والـMTV بس تحط شي براسها بتنجح بكل بساطة. نجحت الـMTV وبدأ العد العكسي. العد العكسي ابتدى وعم نتحضر لنهائيات Dancing with the Stars. أيام إذن تفصلنا عن النهائيات، والأحد سيسطع نجم أحد النجوم في سماء الرقص الاحترافي.